حنا بصدد اعطاء انطلاقه لواحد التطبيق جديد اللي هو تطبيق الطاكسي صاحبي. هذا التطبيق حنا اليوم ما يتعرض له قطاع سياره الاجره من منافسات لا شرعيه وغير قانونيه كيفرض علينا انه كيفرض على القطاع انه ينخرط في التكنولوجيا ويحاول يجود الخدمات ديالو ويأهل ذاته الى بغى يحافظ على القطاع ويحافظوا على الاستمراريه ديالو والاستدامه ديالو. دونك المساله ديال التطبيق املتها ظروف اللي موضوعيه كيف اما اشرت ان الحاجه ولات حاجه عند المواطنين، المنافسه لا قانونيه ولا شرعيه. اذا بالتالي كان بالضروره اننا نعود التجربه ونخارطوا في تطبيق اللي كنعتبروه تطبيق مغربي 100% وغادي يواكب قطاع سياره الاجره. طالما سياره الاجره كاينه الا وهذا التطبيق غادي يكون معها وما غاديش يوما ما غادي نحارف كيف ما نحارفوا بعض التطبيقات الاخرى. الميزه الاساسيه ديالو هو انه من ابتكار كفاءات شابه مغربيه 100%. التطبيق عنده الملف القانوني ديالو، لدى مخبوره به السلطات. علاش غادي يبراكيو الناس اللي خدامين غير قانونيين؟ سمعتي، حنا اللي هازين هذا العبء ديال المواجهه، واللي حنا في الصفوف الاماميه ديال التصدي للنقل الغير قانوني والغير شرعي، وما اكتفيناش غير كنقولوا لا لهذا النشاط الغير قانوني، مي هل بديل؟ هذا هو المقاربه ديالنا.